بيك يا كابتن، وازي حضرتك، ومساء الخير على حضرتك وعلى كل المشاهدين. اهلا بحضرتك. هبدأ بسؤال سريع جدا، هل بالفعل حولت للتحقيق زي ما بيتكتب دلوقتي؟ لا ما حصلش كده. ما حصلش، مفيش تحويل للتحقيق من جانب لجنة الحكام؟ كابتن انا اللي مشتكي. يعني حضرتك انا اللي مشتكي. مشتكي. انا اللي مشتكي، اتحولت حل ايه؟ لانه احيانا بيقولوا ان الشكوى في الاعلام او الشكوى بشكل علني بتؤدي الى التحقيق، فهل حصل ولا لا؟ والله انا مشتكي في كل الدنيا، لان واحد اندبح وتم استبعاده من كاس العالم بفعل دفاعي. فمعلش انا بصرخ صرخه مظلوم. فمعلش اي حد لازم يرتمس للعذر، ان اللي حصل معايا شيء كبير جدا ولا يمكن السكوت عليه. طيب لو سكت على ده لو سكت على ده كابتن هاني، يبقى على الدنيا السلام وعلى تحكيم مصر السلام. اعتقد انك سكت كتير، لانك في وقت من الاوقات رغم ان انا قلت خبر شبيه بده قلت لا ما حصلش، علشان كنت بتحاول تعمل حلول قبل الاعلان عن انك متضايق، مش كده يا كابتن جاد؟ ما كانش، انت لما سالتني سؤال يا كابتن هاني انا فاكر السؤال كويس جدا، قلت لي انت اشتكيت الكابتن جمال غندور عشان ترتيب القائمه الزمنيه، قلت لك ما حصلش، وكان فعلا ما حصلش شكوى. لان ما كانش عندي يقين ان انا ما حصلش رقم واحد. وتم لما سالت في لجنه الحكام كابتن جمال ايامها قال لي لا ده انت رقم واحد في افريقيا ورقم واحد عندي. تمام. ما حصلش. فبالتالي انت لما بتسالني سالتني قلت لي انت اشتكيت الكابتن جمال غندور، قلت لك ما حصلش، وفعلا كان ما حصلش. انا ما كدبتش على حضرتك ومش هكذب، مش محتاج اكذب. تمام. وبعد كده اللي اتقال بعد كده ان اللي حط الترتيب الكابتن عصام بدون اعلان عن القائمه، اللي على فكره اول مره في يعني من فتره كبيره قوي القائمه الدوليه يتم التعتيم على الترتيب بتاعها بطريقه غير طبيعيه، واول مره ما تعلنش بصوره رسميه على موقع اتحاد مصر لكره القدم، لان اللي حصل فيها مش مظبوط. ايه اللي مش مظبوط اللي حصل فيها؟ ليه تفتكر ليه حاولوا ان هم يخبوها علشان زي ما وصفتها بفعل فاعل يكونوا قاصدين ابعادك عن المونديال المقبل؟ بص يا كابتن، بمنتهى البساطه كابتن هاني، دلوقتي انت رقم واحد في مصر من 2012. ايوه. من 2012. السنه دي سنه ترشيح كاس عالم. تمام؟ انت هو الكابتن جمال كان يتكلم على السن، على فكره السن مفتوح. ترشيح كاس عالم نواف شكر الله مواليد 76، وفي اورسيتو الايطالي مواليد 75 75، اكبر مني واحد، اكبر واحد قد في السن، واحد اكبر مني في السن سنه. تمام. ده مرشح اوروبا، وده مرشح من اسيا. تمام. فقصه السن مفتوحه، بس مفتوحه لازم تبقى رقم واحد. ايوه. يعني لازم انت عشان تترشح معايا، وسن السن هتبقى موجود في كاس العالم فوق 45 سنه، 46 47، بس لازم بلدك تبقى حطاك رقم واحد. خدت بال حضرتك اللي كان بيتكلم عن الكابتن سمير عثمان، ان اي واحد يتحط في اي خانه في القائمه الدوليه رقم 6 رقم 7 رقم دي، بس أيوة. سنه يبقى قبل ما يوصل سن ال 45 سنه لكاس العالم يبدا يتحط رقم 5 رقم 4. يعني جهاد جريشه لو هيوصل كاس العالم 45 سنه ومحطوط رقم 7 باسمي وبتاريخي وبمشاركاتي الدوليه، هيتم اختياره في كاس العالم. تمام. لكن مشكلتي في القصه دي ان انا سني في كاس العالم هيبقى 46 وشويه. تمام. تمام. السن مفتوح في كاس العالم، بس بشرط يبقى انت رقم واحد في القائمه الدوليه بتاعت بلدك. ايوه. والناس كانت عارفه كده كويس، واللي حطه ده متاكدين من كده كويس وعارفين ده كويس، وبالتالي حاطين رقم 3 مش رقم 1. طيب وجود يعني اسمين يسبقان اسم الكابتن جهاد جريشه زي الكابتن ابراهيم نور الدين رقم 1 والكابتن امين عمر، مش ممكن يكون بيحسب او هو حق اصيل للجنه الحكام زي الكابتن جمال غندور ان هو اللي يرتب الاسماء؟ بص يا كابتن، هنكلمك على التاريخ. تمام. نتكلم على التاريخ بقى، الكنس اللي راح كاس عالم كابتن جمال غندور 98 راح احترف سنه في قطر بعد ما راح كاس العالم 98. احترف سنه في قطر واحترف سنه بعدها في اليابان. أيوة. تمام؟ في السنتين ما لعبش في مصر. ملوش تقييم في مصر، لعب ماتش ولا حاجه. طول السنتين لعب ماتش او ماتشين في السنتين. كابتن محمد حسام رحمه الله عليه حط رقم واحد وده حقه. كابتن حسام عبد الفتاح 2006 رجع من 2006 وطم عنده اصابه مش عارف 2007 او 2008 بعد كاس العالم يعني. تمام. تمام؟ كان وتر اكيلس. كان وتر قطر، وتر اكيلس قعد 8 شهور بين العمليه والتاهيل وكاس العالم، رجع حكم تاني. واتحط بعدها في او خلال الاصابه رقم واحد في مصر. تمام. وده حقه لانه راح كاس العالم. كابتن مع مروح كاس العالم اي معايير بعد كده تختلف. كابتن عصام لما قعد معايا في يوم من الايام وهو رئيس لجنه قال لي يا ابني انت كحكم في مصر في مكان وكل حكام مصر دولين في مكان تاني. ده اعتراف اصيل من كابتن عصام ان حقك رقم واحد ده حق. فانا بتكلم في حقي يا كابتن هاني مش اكتر. طيب. انا ما طلبتش بحق ماليش دعوه بزمايلي اللي اتحط، انا ما بتكلمش على زميلي. تمام. كلنا اتحط انا بتكلم ان مكان رقم واحد وده حق. طيب قلت حضرتك ان حسيت ان في اتفاق عليك من جانب الكابتن عصام عبد الفتاح والكابتن جمال الغندور ان هم يعملوا كده، وقلت انك بحسب بدايه الكلام حتى ان بتصرخ صرخه مظلوم، فتفتكر ليه ممكن يكونوا بيتفقوا عليك؟ بص يا كابتن،
حصل مع كابتن عصام وكابتن جمال وكانت اوضه مغلقه ولجنه الحكام الحاليه موجودين، لو عندهم الشجاعه واحد لجنه الحكام الموجوده يعني عندهم الشجاعه يقولوا الحقيقه اللي حصلت وراتي فتح اللي اتقرت والترتيب اللي اتحط والاتفاق على جهاد جريشه ان ما يبقاش رقم واحد عشان ما يروحش كاس عالم. ايوه ليه بقى يا كابتن؟ يعني ما يبقاش ما ياخدش راح كده ويروحش كاس عالم، تفاصيل بقى كتيره ممكن تتقال، لكن انا بقول لحضرتك اتفاق حصل وتم الاتفاق عليه وقلتها النهارده في في في, في كذا مكان ان الكابتن عصام والكابتن جمال اتفقوا مره واحده في حياتهم ومش هيتفقوا تاني، مره في حياتهم اتفقوا على جهاد جريشه ومش هتتكرر تاني ان هم يتفقوا مع بعض حاجه تانيه بعد كده. لكن هي المره اللي اتفقوا عليها المره اللي اتفقوا فيها اتفقوا عليا. الا تتفق معي حضرتك ويعني اسمح لي يتسع صدرك لهذا السؤال ان الاسمين دول تحديدا وقفوا جنب حضرتك وقت ما كان الاعلام والجمهور بيهاجموا حضرتك في اثناء مثلا وقوع خطا تحكيمي في مباراه او اخرى ودفعوا عنك اشد الدفاع وخلوك برضو مرتبه اولى وبالتالي تاهلت او سافرت للمونديال رغم اخطاء في المباريات المحليه وبالتالي كان في فتره من الفترات دعموك بشكل واضح يا كابتن؟